اليوم نقعد مع القاسم الخطيب champion of Muay Thai. قاسم, please tell us a little bit about yourself. شو لازم نعرف عنك؟ اوكي، انا قاسم الخطيب من شحيم. عمري راح يصير 34 سنه. انا عندي اجل فتنس كلوب، الاونر لاجل فتنس كلوب، وانا اللي الحمد لله، اعوذ بالله من كلمه انا يعني، بس انا جبت المواي تاي على اقليم الخروب، وعامل مرتين بطل عالم بالمواي بوران ومره بطل عرب. بس هي كرياضه المواي تاي هي اخطر واعنف رياضه موجوده على وجه الارض حاليا. طب شو هيدا الشيء اللي شدك على السبورت؟ وقت لفت على المواي تاي حسيت انه انا I can be something يعني بهالرياضه. انا شخص بطبيعته بحب الرياضه الخشنه، بس تعرفت على المواي تاي قلت خلاص هي الرياضه يعني اللي انا بدي اياها. عرفت علي؟ كنت احضر من زمان دبليو دبليو اي، كلنا كنا نحضر دبليو دبليو اي، اوكي، ودبليو دبليو اف والمصارعه والى اخره. ف وقت اللي انا فت على هالرياضه حسيت حالي انه I can be something. بهيدا المجال اللي انت اخترته ككارير، يعني نوع الشغل، شو كان ردة فعل أهلك ورفقاتك؟ إنه بتعرف الأهل بيحبوا ابنهم يكون دكتور أو مهندس أو ضابط أو شيء من هالنوع، وأنت اخترت شغلة يعني ما خاصة بالدنيا. شو 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 كان الرياكشن منهم؟ ليه خصوصاً إنه أنا بيتي كلهم أكاديميين، يعني عائلتي كلهم أكاديميين، فكانت تحدي صعب صراحة. أصعب شغلة الواحد يواجهها بهيك أمور هو مواجهة حاله ومخاوفه ومواجهة أهله، لأنه بالرياضة الخطرة أو بالرياضة اللي فيها كونتاكت كتير أو عنيفة، بيعطول الأهل بدلوا خيفانين على الولد، لا وما تلعب وشو بدك بهالشغلة وانسى وما انسى وخليك وانتبه على درسك وانتبه على إلى آخره. فأنا هون صراحة ما رديت على حدا. وقت الواحد بده يوصل لشيء بحياته بده he needs to sacrifice friends, he need to sacrifice fun, he need to sacrifice health, he need to sacrifice money, he need to sacrifice his car, his time, his everything, his girlfriend, he needs to sacrifice everything. Trust me on this. شو كان الرياكشن؟ يعني انبسطوا فيك، حسوا انه برايد، ولا صار يقولوا لك روح اعمل شيء ثاني؟ لا 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 ابدا، بالعكس رفقاتي كثير انبسطوا وبراود يعني، وحتى اهلي يعني. انا عندي عم مثلا، عندي عم من عمومتي كان بالاول معديني، كان يقول لي اذا بدك تاكل قتله تعال نحن بنضربك، اقول له انا ما باكل قتله انا بتعمل قتله. فاخر شيء هلا he got my picture on my phone، يعني حتى في كتير عالم من رفقاته إله بيعرفوني بس أنا ما بعرفهم. عرفت علي؟ بفرجي صوري للكل. حلو. عرفت علي؟ حلو. يمكن 50% من الأهل بيجوا لعندك بدهم أولادهم يتمرنوا كرمال بيكون في حدا بالمدرسة عم يعني يضربهم، لأنه في شيء بدهم، في خوف معين بشخصيته للواحد بده يتخلص منها او خجل او الى اخره. بس لانه البولينج هو شيء شائع كثير بالمدارس خصوصا عند الصغار، والاعتداءات كثير بتصير بالمدارس، وكثير بيصير في طبيعي زناخه بالمدرسه. فالعالم بجيبوا اولادهم بيجي بقول لي والله هيدا اكل قتله اليوم، ما بقى فيه يشوفوا هيك. بعد اسبوعين ثلاثه بيجي بيو مكيف فيه، ليه؟ لانه صار يدافع عن حاله. Do you have an Olympic medal? Yes. عندي مش أولمبيك ميدل، عندي ميدل عليها شعار اللجنة الأولمبية إنه هاي رياضة معترف فيها من اللجنة الأولمبية. 2014 طلعت على بطولة العالم للمواي بوران. المواي بوران هي نفس عنوان المواي تاي بلس زيادة عليها تايك داون. عملت فيها مركز أول الحمد لله. بال 2015 عملت مركز تاني بالمواي لحظة. بال 2016 يعني انت ربحت نمبر 1 بالورلد تشامبيونشيب؟ يس، مرتين. برجع للبلاء كثير قوية. محمد لحظة حصول هالضربة
بعتقد كل شيء متكافئ، يعني اثنين عم بيكونوا نفس الاداء الهجومي. صحيح طبعا مع الخبره، مع خبره البطل. كيف كان الشعور انك ربحت؟ واحد عم يرفع علم بلده، يعني بكل ليك رح اختصر لك اياها بجمله وحده: هارد ورك بايز اوف. هارد ورك بايز اوف. طيب بتحس انه هون قلت ترفع علم بلدك، بس بتحس انه هون بلبنان اعطوك شو بدنا نقول what you deserve، يعني خصوصي بالميديا وهيك؟ للاسف انا وغيري، بس انا من الاشخاص اللي ما اخذت حقه أنا بالرياضه اللي عملتها. يعني انا بسمعها كثير انه لما اقول لهم انه عنك to family to friends بيقولوا لي طب انه ليه he's not more famous than he should be، يعني okay. انه is a number one global، is a pseudo olympic، اقرب شيء للاولمبيك فيك تاخده. وفي بعدين بنحكي عنه، في 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 اثليت بمصر بيعرفوه كل المصريين مثلا، عرفت شو قصدي؟ ايه يعني لا. انه انت you beat him. هلا بقول لك about it in a little bit. The exposure is horrible. انا مثل ما بشوفها. ليك خليني اخبرك شغله. اول شيء مع احترامي لكل الناس، انا ما بنزل، انا ما يعني ما بروح، ما بربح جميلة حدا. انا اللي بعمله، انا اللي عملته عملته لحالي لالي. يعني انا طلعت وسافرت على حسابي ومرة واحدة اخذت سبونسرشيب من الكوب بوقت اللي لعبت مع الصاوي المصري اللي حكيت عنه. بس لعباني كتير مباريات الحمد لله، بظرف 9 سنين او 8 سنين لعباني كتير مباريات، ولعبين مع ابطال نحكي ابطال يعني ابطال رسميين ودوليين وابضيات. اوكي والحمد لله I won. It wasn't easy يعني، بس I won بالنهاية. The t-shirts El Khatib, you could see how man, how much of a response, how many fans, what a following from Khatib. Insane. What a بغير معلي بغير بلاد. ايه هن بدهم رضاك، يعني بليز فينا نحكي معك، بليز فينا نعمل انترفيو، بليز فيك تجي لعنا على الاستوديو. ليك هون اتس ذا اذر واي اراوند. قبل ما نحكي بالدولة خلينا نحكي بالمنطقة بالأول. أنا كابن أقليم الخروب، كثير معروف بلبنان. أنا كابن أقليم الخروب وشخص ما عندي خسارة واحدة بس بالبروفيشنال ريكورد تبعي. أنا هون كمنطقة كابن أقليم الخروب ما حدا حط اهتمام لا بلدي ولا غيره. قبل ما انسى أنا شو عملوا فيه، انسى أنا كيف تعاطوا معي. أنا كابن أقليم الخروب ما لقيت ولا بلدية اجت سندت الحدث اللي انا عملته، مش تساندني لالي، تساند الحدث اللي انا عملته، لانه هذا الحدث بالنسبة بالنهاية للمنطقة. ما في غير شخصين بأول مرة ساعدنا، استاذ زياد الحجار مشكورا، وتاني مرة ساعدنا لواء بصبوص مشكورا. غير هيك اذا بدنا نجي نحكي على صعيد الدولة، نحن رحنا كذا مرة عند معالي وزير الشباب والرياضة او وزارة الشباب والرياضة اللي تعاقبوا على وزارة الشباب والرياضة، رحنا لعندهم وكرمونا وقالوا لنا يعطيكم العافية. أكثر من هيك ما في. كل مرة بنسافر على حسابنا وبنرجع على حسابنا وأرجون بوش على حسابنا، بس أكثر شيء بيعملوا يا بيفتحوا لنا صالون الشرف، يا بنروح عند معالي الوزير بقول لنا ألف مبروك وأنتم فخر للبنان ونحمل حالنا من فوق. هذا صعب. لأنه ليش نواب المنطقة بيعرفوني كثير منيح. أكيد. عرفت علي؟ بيعرفوني كتير منيح، بيعرفونا، وفي مرحبا وفي سلام وفي معابطة وفي مباوسة أنا وياهم مع احترامنا لإلهم. يعني كل شيء أنت عامله and we're all proud of you عملته لحالك. Thank you. صحيح. We are proud of you but at the same time نحن شوي يمكن خلينا نقول مزعوجين. نحط حالنا محلك مثلا، إذا عنا دعم. نعم. إذا إجينا دعم شو فينا نعمل؟ فينا نجيب الجيم ما بيفهم، فينا نجيب لعيبة من كل لبنان، فينا نجيب لعيبة من برا يجوا يتمرنوا هون. ليك نحن لو عنا دعم، كنا بنعمل كل اللي انت عم تحكيه. عرفت علي؟ انت واصغر شوي يعني من كم سنة، ما بعرف 5 سنين 6 سنين 7 سنين، كان عندك ايدلز، يعني ناس تشوفهم عم بيتمرنوا وعم يقاتلوا وتقول يا ريتني شو
أنا مثلهم. أنت مثلهم. حلمك تصير مثلهم. نعم. يا ريتني في يصير مثلهم. تعرفت على إبراهيم الصاوي أنا تعرفت على إبراهيم الصاوي بشهر 2 ب 29/2 بالضبط. قصدك إنه أول مرة سمعت فيه؟ لا لا لا، أنا كنت أحضر كنت يعني أنا كنت بعرفه من زمان لإبراهيم الصاوي، كنت شوفه على التلفزيون قول واو شو هالوحش، عرفت علي؟ وشو هالوحش، أنا يا ريت فيه يصير مثله. He's very well known بمصر، الزلمة كتير معروف بمصر، وبتلميذي كان معي وصورته هو وياه، يعني كان وش إبراهيم الصاوي شو هالهالي. بعد 10 أشهر قمت لعبت معه لإبراهيم الصاوي أنا، من بعد ما تعرفت عليه، عرفت عليه كنت قبل ب10 أشهر كنت شايفه الوحش، وهو الصبي عن جد وحش، الزلمة عن جد ريسبكت، وحش عن جد وحش. بس بعد 10 أشهر حطوا لي إياه بالكونترا، ما بعدنا قايل لك I fight anyone anybody anywhere، عرفت علي؟ فأنا بالنسبة لي هيدا I took this chance as a challenge، إنه I want to go to another level. So إبراهيم الصاوي وقت اللي كان عم بكسر بالعالم، أنا كنت بعدني بلش جديد. أنا في عندي شغلة، I win the fight before the fight. Yes. يعني no doubt. لأنه winning is a decision. ربح. أنا ربحت. Three rounds. Yes. Unanimous decision. Three rounds. Wow. لعبنا three rounds three لعلي. Kassem El Khatib with the victory, and the crowd is losing their mind here at the Nassau, the Hot Nassau Stadium here in Beirut. And you can see the celebration is on for that young man. He stays undefeated. بس برجع بقول لك، يعني winning is a decision. Once you doubt, you can't win. If you doubt about winning 1%, you will not win. What's your dream for the next 1, 2, 3 years? Is it? Are you going to continue? Are you going to keep fighting? I love to continue. I would continue. أساساً I'm preparing myself. يعني أنا I took this quarantine as an opportunity to الكورونا بمحل معين هاي وقت، عرفت؟ يعني it's giving you time for yourself. صح. عرفت علي؟ For yourself to get close to the family, to get close to God, to get close to yourself. عرفت علي؟ هذا عم تعطيك وقت لإلك. فأنا اللي بدي أقول لك إنه اليوم هالكورونا هالكورنتين عم تعطيك وقت لإلك. هيدا الوقت إن كيف تستخدمه، مثل اللي معه مصاري، يا بروح يا بقضيها نتفليكس وبقضيها نوم وأكل وإلى آخره، أو ما بشتغل على حالي. أنا بحط عندي بلان 1 2 3، أنا شو بدي كي وين بدي أكون حققت، وين كيف بدي أصير بعد الكورنتين، ولا وين بدي أروح. فوقت يكون عندك فيجن، وقت يكون عندك جول انت بدك توصل له، بتقدر تحط خطه عمل لتقدر توصل له، او لتكون حافظ على حالك بعد الكوارنتين. انا شخصيا عم بتمرن لحتى ارجع العب. What's your advice for someone young who wants to be like you? Do like me. Do like If you want to be like me, do like me. I always say, يعني if you can make it in Lebanon, you can make it anywhere. قد ما صعب هون. That was, this is wise. This is wise. You made it to the Olympics without, you paid for your own flight, you paid for your own hotel. يعني شو فيك تعمل أكتر من هيك؟ شو بتحس أنت هيك كشعور إذا هجم عليك 3 أو 4 وعندك الكونفيدنس الثقة إنه
مين ما كانوا يكونوا بتعرف انه فيك تغلبهم. We should always respect people and follow a certain discipline بحياتنا لانه نحن we become human weapon. عرفت علي؟ قدر الامكان. طيب بتخاف؟ لا لو بخاف ما كنت فت على هالرياضه من الاساس. اوكي. الخوف من رب العالمين لحاله يعني. Okay. This is what we do. Fighting, kicking ass is what we do. عرفت؟ So, يعني hurting people is what we do. يعني ما عندي شيء خاف منه. هاد شغلتي. بالعكس أنا وقت بدي لا سمح الله تعلقت إذا تعرضت لمشكل أو شيء هاي شغلتي. يعني no one's gonna do it better for me, better than me. عرفت علي؟ ما حدا بيقدر يضرب مثلي. لأنه ما حدا بيقدر يضرب مثلي أنا بخاف. لأنه if I hit, I hurt.